أصدقائي، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. طبعا في الحلقة النهاردة معانا مفاجآت، الحلقة من جزئين وجزئين مهمين جدا جدا جدا، ولازم النهاردة تتابعونا علشان في فرص كبيرة جدا للشباب، في فرص عمل، في مسابقات، في جوائز، وفي إيه تاني يا عبير؟ حاجات كتيرة. ازيك يا محمد؟ ازيك يا عبير؟ كل سنة وأنت طيب الأول، والمصريين كلهم بخير بمناسبة طبعا أكتوبر. كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة، وتحية لكل الجنود اللي ضحوا بأرواحهم، كل الجنود اللي موجودين اللي بيقدروا إن هم يدونا السعادة والأمان والاستقرار وكل حاجة جميلة. كل التحية لقواتنا المسلحة، وكل عام وهم بخير ودايما دايما دايما في انتصار وتقدم وفي ازدهار. وتحية طبعا لبطل الحرب والسلام، بطل صاحب القرار، قرار العبور، الرئيس الراحل السادات. طبعا كل التحية لكل جنودنا وكل الشهداء كمان. النهاردة هنبتدي حلقتنا مع ضيف مهم جدا، ضيف دايما بينورنا في برنامج كل الناس نيوز. ضيفنا النهاردة المهندس عايد العدس، رئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة للمقاولات والاستيراد والتصدير. أهلا بحضرتك. أهلا بكم يا فندم. شرفتنا. الله يكرمك يا فندم. في البداية بنقول أن الاستقرار في أي دولة بيدعم الاستثمار. تمام. مصر حاليا بتعيش فترة استمرار استقرار دائم. حضرتك شايف ان فعلا الاستثمار الموجود دلوقتي، الاستقرار دعم دلوقتي الاستثمار اللي موجود في مصر؟ بالتأكيد طبعا. بس حضرتك يعني احنا لو جينا للاستقرار، اول حاجة استقرار سياسي. الحمد لله عندنا سياسة البلد ثابتة، قرارات الحكومة ما فيهاش تنازلات، القرارات بتنفذ بكل حزم. ده ادى انطباع للناس بره ان النهارده سوري يعني كل حاجه ماشيه على ما يرام. عندك الاستقرار الامني، النهارده ما فيش يعني حاجات، ما فيش اختلاسات، ما فيش الوضع الامني وانت في اي وقت ماشيه، ما فيش يعني حتى تطوير التجاوزات اللي كانت موجوده، التجاوزات اللي كانت موجوده كلها الحمد لله. يعني العوامل دي كلها بتساعد يعني الاستثمار الاجنبي ان هو يجي مصر. يا فندم يعني بصي، من خلال خبراتنا احنا تقريبا بنتعامل مع دول كتيره. النهارده الدول، معظم الدول النهارده بتدور على ان هي تستثمر في مصر. يعني اصبحت انت الملاذ الامن لاي استثمار على مستوى العالم، اذا كان اوروبي، اذا كان امريكي، اذا كان عربي. والدليل على كده المشاريع اللي كل يوم بتتعمل في البلد. ما فيش بلد النهارده فيها حجم استثمارات على مستوى العالم كله بقدر الاستثمار اللي بيتنفذ في مصر. وده طبعا يرجع اولا للقياده السياسيه، لان الحمد لله عندنا قياده سياسيه واعيه، عندنا قيادة سياسية بتتخذ القرار المناسب، عندنا قيادة سياسية حتى لو اتخذ القرار ويعني حسوا ان فيه يقدر يقدم ليونة بيقدم ليونة. فدي طبعا كل العوامل دي بتخلي المستثمر مطمئن. ايه المشروعات حضرتك يعني لو عايزين نتكلم على شركة الفراعنة ونعرفها للجمهور اللي بيشوفنا؟ اكيد ليها باع كبير جدا، وتعتبر شركة من اكبر الشركات الموجودة في المولات. ايه الحاجات او المعارض اللي حضرتك شاركت فيها، ان كان داخل مصر او خارج مصر؟ هو في الحقيقه يعني هو اكبر معرض حاليا موجود، معرض على مستوى العالم، البيك فايف. ويمكن احنا كان لينا دوره الشهر ده، لكن للاسف بسبب الكورونا اتاجلت لشهر 6 السنه الجايه ان شاء الله. ده دوري سنوي حضرتك؟ افندم سنوي؟ ده السنوي. ده من اكبر المعارض بالنسبه للانشاءات. تمام. ايه حضرتك شركه الفراعنه بتتميز ببعض المنتجات اللي موجوده اللي مش موجوده ممكن تكون غير في شركه الفراعنه؟ بص حضرتك، احنا يعني احنا من بدايه المشوار احنا كل هدفنا اول حاجه كل ما هو جديد. تمام. تاني حاجه يعني الحاجه اللي بتنتشر في السوق تقريبا احنا خلاص بنكون يعني طلعنا منها ودخلنا في منتج جديد. يعني على سبيل المثال لو قلنا القرميد ده حضرتك، كنا شغالين الاول قرميد فخاري، ودي ماده جايه من الطميه، ودي حاجه خامه طبيعيه يعني. طبعا. اشتغلنا فيها فتره كبيره جدا، ودي كانت بدايتنا. بعد كده لقينا السوق بدا يخش، دخلنا على القرميد البي في سي، هو ده نوع من انواع البلاستيك. طبعا. ويمتاز عن الاخر بخفه وزنه، برضه بدات ناس تدخل فيه. فامتياز احنا مميزين حاليا بالقرميد المعدني، ويكاد يكون ما فيش حد في مصر بيستورده. عندنا توكيلين، واحد من البحرين واحد من السعوديه، لان برضو بقدر المستطاع بنحاول نشجع الاستثمار العربي. تمام. طب المشاريع اللي حضرتك برضو بتقوم فيها في مصر، ما حابين نعرفها؟ يعني بس اقول لحضرتك يعني الحمد لله
الواحد لو حب يتكلم عن المشاريع اعتقد ان احنا هنقعد الاسبوع الجاي مع بعض. ماشي. واحنا مع حضرتك. اولا يعني اتمنى ان انتوا تقوموا بالزياره او نعزم ناس برضه، ودي هيكون تكلفه الناس دي على حسابي انا ان شاء الله، نوريها احنا فين، بلدنا بقت ايه. احنا النهارده يعني تخطينا الدول اللي احنا كنا بنروح نبص فيها. تمام. يعني في دول خليجيه كنا كل سنه بنروح عشان نحضر معارضها، لا الدول الخليجيه هي اللي بقت تيجي تحضر معارضنا. كان في ناس مستثمرين في مصر بيروحوا يشتروا في دول خليجيه عشان الاستقرار، الدول الخليجيه اللي بدات تيجي تشتري. وهضرب لحضرتك او لحضراتكم مثل، عندنا العالمين الجديده ده نموذج، يعني ما نقدرش نقول عربي، لا ده نموذج عالمي. اولا عندنا فندق مقام على مستوى 7 نجوم، حاجه يعني فوق الخيال، يعني ممكن حضرتك بتحلمي تقوم الصبح تقولي انا كنت بحلم ولا بحلمش. يعني لكن لو انت متاكده ان انت حلمت خلاص مش هتفكري، لكن النهارده فعلا الخطوات اللي بتمشي في مصر فوق الخيال. عندنا العالمين الجديده، عندنا منتجع الجلاله ودي حاجه عالميه، ودي حاجه برضو يعني اتمنى ان انتوا تعملوا رحله إن شاء الله. انا مكلف بيها يعني اختاروا اعضاء جماعه من مجموعه من الشباب، وانا مكلف ان انا اوريهم سواء العالمين الجديده سواء المنصوره الجديده. المنصوره الجديده دي حاجه فوق الوصف، يعني اولا منتجع قايم على احدث الطرق، والميزه ان احنا مش بنبني وبعدين نعمل الصرف، مش بنبني ونقول هنوصل الكهرباء ازاي، لا احنا بنعمل الصرف، نعمل الكهرباء، بنحط البنيه التحتيه، بنأسس وبعدين نبني. فدي برضو حاجه كويسه جدا. اصدقائي الشباب طبعا انتوا باشمهندس عايد العدس رئيس مجلس اداره شركه الفراعنه بيوعدنا برحله، في كل اللي هيبعت لنا على الواتس اللي موجود اللي بيظهر اولا على الشاشه هنودي الاسماء للبشمهندس سعيد العدس، وبعدين هو يختار العدد وهنعلن عنه اللي هيطلع معانا الرحله اللي هو وعدنا بيها، ولسه في مفاجات كمان فاستنونا وهنتكلم تاني. حضرتك بالنسبه لشركه الفراعنه تحب يعني عايزين نعرف اكتر عنها، ايه الحاجات اللي احنا قلنا ان عندنا الاراميد اللي كانت طينيه او فخار اتحولت، وده نقله جديده ما كانتش موجوده قبل كده. تمام. هل في حاجات تانية من المنتجات اللي حضرتك عن موجوده او بتتعامل معاها جديده؟ هو في الحقيقه احنا برضو بعد ما دخلنا في الارميت وعندنا 3 انواع من الارميت اللي هو الفخاري البي في سي المعدني، جبنا الارضيات الباركيه. تمام. ليه بقى؟ يعني احنا برضو كان هدفنا للباركيه ايه؟ يعني في شركات بتبقى واخده المنتج بتحط ربحيه عاليه شويه، لا احنا نزلنا احنا بنحط هامش الربح في الباركيه. والباركيه ده يلزم كل بيت، يعني النهارده اي شقه محتاجه الباركيه. هتقولي يعني ايه اللي بيميز الباركيه عن اي حاجه تانية؟ بقول لحضرتك ان انت حتى لو انت واخد مكتب او شقه قانون جديد ممكن حضرتك بتركبه وبعد كده بتفكه وتنقله في مكان تاني. من ضمن مميزاته برضو سرعه التركيب، ان احنا ما بناخدش وقت غير الباركيه التقليدي بتاعنا بتاع زمان. تمام. بعد الباركيه خدنا حاجه يعني يمكن دي بس دي عايزه مطارات HBL دي خامه زي الباركيه لكن بتتميز بكليك معدني. بس دي مثلا حاليا الحمد لله واخدين وزاره الكهرباء في العاصمه. تمام. واخدين وزاره الماليه في العاصمه والحمد لله ليها قبول عادي في مصر. طب الحمد لله يعني عايز تقول ايه؟ لا حضرتك كنت بتقول ان في معارض اشتركت فيها خارج مصر، مفيش معارض داخل مصر حضرتك اشتركت فيها؟ لا هي حضرتك البيك فايف احنا عندنا في مصر مفيش غير هو معرضين بيبقوا في السنه، البيك فايف وشركه ثانيه فرنسيه بس انا مش فاكر اسم المعرض بصراحه، هم دول اللي على المستوى المحلي. تمام. ده بالنسبه للانشاءات، فده طبعا احنا يهمنا شركات الانشاءات. تمام. من خلال التعامل في المدن الجديده ومن خلال رؤيه حضرتك وانتقالك من مكان لمكان لمكان، يعني على ما اعتقد ان سكان مصر الجديده لو شخص قعد في البيت لمده شهر ونزل ممكن يتوه. ده انا بتوه يا الحمد لله، انا بتوه يعني مش شهر، ده انا كل يوم بتوه يعني. فتخيل حضرتك بتروح من مكان لمكان، من محافظه لمحافظه، من مدينه لمدينه، بتلمس ده وانت ماشي في طريقك، فعايزين ننقله للناس يعني عايزين ننقل الحته دي للمشاهدين اللي بيشوفونا اللي ما تنقلوش من مكان لمكان علشان يقدروا من خلال الشاشه ان هم يشوفوا بجد او يعرفوا ان البلد في استقرار، في استثمار، في تطور، في نهضه حقيقيه موجوده. بس حضرتك احنا بالنسبه للطرق لا احنا عندنا نهضه عاليه جدا في الطرق. تمام. زمان يعني كنت عشان اروح اسكندريه على مطلع من ميدان الرمايه من بيتي من وسط الجيزه لحد ميدان الرمايه 3 ساعات. تمام. واخد الطريق في 3 ساعات.
النهارده انا باجي من المارينا او باجي من الساحل لبيتي في ساعتين ونص، باجي بشتغل يعني. حتى الطرق نفسها، اولا الكود العالمي مطبق في الطرق، طبعا. وبعدين انا برضو مش هتكلم على العالمين عشان ما يقولكش الناس الغنيه هي اللي ساكنه هناك، طبعا. لا، انا عندنا محور 30 يونيو النهارده، اختصار المسافه من القاهره لو انا رايح دمياط او رايح المنصوره، طبعا. فادي عندي طريق الغردقه، عندي طرق كتيره جدا النهارده، عندي كوبري تحيا مصر. يعني النهارده بدل ما كنت وانا في مصر الجديده بدل ما الف واروح الدائري عن طريق الهاك ستيب مثلا، انا بطلع مثلا من المطريه، بطلع من حلايق القبه، بطلع من اي منطقه، باخد كوبري تحيا مصر، مسكت تقريبا مصر كلها. طيب، هو سؤال احنا سالناه من شويه بس انا عايز اقوله، اللي هو هل فعلا الانشاءات اللي تمت دي بتساعدك ان انت تستثمر بشكل جيد؟ هي مش بتساعدني ان انا استثمر، هي بتساعدني ان انا افتخر. يعني ده في الاول، يعني ده افتخر ليه؟ النهارده كان كل واحد يجي الطرق مطبات، الطرق كذا، الطرق كذا، فكان عنده انطباع مش حلو. حتى اخر ضيف كان عندي بيقول لي كنت زمان بلاحظ ان في تلقصات كتير، فالنهارده مفيش تلقصات. تمام. ليه؟ لان الطريق اوريدي قدام مني. تمام. ماشي، الطريق بقاش واقف، فليه هيبقى في تلقصات؟ فلا، دي طبعا حاجه جميله جدا، وحاجه نتمنى من تقدم لتقدم، وان شاء الله احنا في وضع استقرار سياسي واستقرار امني كويس جدا، وده بيدفع. وبعدين النهارده تعالى شوف المدن الجديده، يعني حضرتك لو رحت الجلاله انك بتنحت في الصخر وتعمل مدينه، دي رقم واحد. رقم اتنين ان هو عامل مارينا بحيث المستثمر لو حضرتك جاي من بره عاملك الجوازات جوه المارينا، بتيجي باليخت بتاعك تقف، الجواز بتاعك يتختم، تخش البلد ترجع تاني. تمام. فطبعا كونه يأهل لك ان انت حتى كمستثمر تلاقي راحتك في الدخول والخروج، فده شيء جيد جدا. من خلال سفريات حضرتك بره مصر كتير، واللي حضرتك شايفه التطور اللي موجود في مصر، قريب قوي ان شاء الله هنقدر نوصل ان احنا نبقى زينا زي بره بالنسبه للمشاريع والاستثمارات؟ بس حضرتك احنا النهارده بنطبق كل المعايير الدوليه. تمام. هو اللي بره عمل ايه؟ عمل معايير لكل شيء، عمل معايير للامن، عمل معايير للشوارع نفسها. النهارده حضرتك لو دخلت اي مكان، يعني اصبحت الرؤيه لبره احنا يكاد يكون يا حصلناه يا بنسبقه. تمام. ليه؟ بتاع بره عمل واسس وخلاص وبنى وقاعد على كده، لكن انت بتاخد اخر ما وصل ليه. سي مثلا لو في حاجه حديثه في اسبانيا فانت بتطبقها عندك. تمام. حاجه حديثه في امريكا فانت بتطبقها عندك، فانت واخد تكنولوجيا العالم كلها، احدث ما فيها وتطبق المعايير بتاعت عندك، في حين هو استقر خلاص، هو يعني فاصبحت انت الاحدث ولست زيهم. تمام. إيه عبير، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول ان انا اتشرفت دايما بالمهندس بوجوده معانا. كنت عايزه اعرف الشركه اصلا يعني بدايتها امتى، يعني بقالها كام سنه، يعني برضو دي معلومات بتهم المشاهد. احنا في قطاع المقاولات عموما اتولدنا فيه، يعني احنا نشأة تجاريه زي ما بنقول. تمام. لكن دخلنا بقى في موضوع الاستيراد ده من 2001. 2001 احنا خدنا تقريبا 19 سنه. نعم. خدنا توكيل واحد من شركه سعوديه واشتغلنا عليه فتره، فلما ربنا كرمنا خدنا توكيل تاني من ايطاليا، اما ربنا كرمنا خدنا توكيل تالت من اليونان، وبعد كده والاستقرار بيؤدي طبعا كده لزياده الاستثمار، وان احنا نفتح ابواب جديده، وده بيساعد اكيد، بيساعد ان بيخلق فرص عمل للشباب حقيقي. طبعا طبعا بالتاكيد. يعني النهارده خليني حتى لو انا هقول لحضرتك، حضرتك هتركب شقه، مش هقول مشروع. طبعا. يعني انا مش هتكلم في مشاريع، لكن بتكلم في شقه. الشقه دي اللي جاي فيها، جاي سواء بينقل، جاي واحد بيحمل، جاي واحد بيشون، جاي صنايعي بيركب، جاي كهربائي، وهكذا. فهي بتخلق طبعا فرص عمل بلس المشاريع طبعا. يعني الحمد لله العاصمه الاداريه لينا باع كبير جدا فيها، وهم يعني الميزه اللي ما كناش بنلمسها قبل كده ان هو بيطبق الجوده. فانت النهارده اصبح عندك كود شغال عليه، جوده شغال عليها، فده بيديك انت استقرار نفسي. طبعا. بيخليك تجيب منتجك وانت مطمن. الميزه كمان واميز ما بيميز الوقت اللي احنا فيه، سوري في اللفظ، اللي اي حاجه مضروبه النهارده بقت بره السوق. بره السوق. بره السوق. تمام. احنا عارفين ان شركه الفراعنه وحضرتك بتقدم لنا في كل حلقه سؤال وجايزه. النهارده عامل لنا مفاجاه لكل اللي بيشوفونا، حضرتك قلت لي عليها بره الهوا، فحب ان انت حضرتك تقولها على الهوا. الحقيقه يعني هي اللي ما كانتش خاطره على بالي، ان انا مستعد اخد مجموعه من الشباب. تمام. يزوروا وهم اللي يختاروا، مش انا اللي ارشح ليهم. تمام. يا العالمين، يا الجلاله، يا المنصوره الجديده. حلو. اي مكان هم يحبوه، لان يعني ما بشوف غير ما بسمع. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه في جايزه ماليه، دي هسيبها لكم انتوا تحددوها. تمام. ودي انا جاهز ليها. يعني النهارده جايزتين بدل جايزه؟ جايزتين، وفي جايزه ثالثه ان انا اقدم خصومات
لأول 10 متصلين بنسبة 10% على البركة. أصدقائي بعتوا لنا على طول على الواتس النهاردة وبعتوا لنا كتير كتير كتير. النهاردة جوائزنا كتير ولسه كمان الفقرة التانية فيها جوائز أكتر. طب سؤالنا النهاردة يا عبير إيه؟ إيه المنتجات اللي بتميز شركة الفراعنة؟ تاني سؤال؟ إيه المنتجات اللي بتميز شركة الفراعنة؟ والإجابة كانت عند المهندس عابد قالها عايد العدس. كان الإجابة كانت عند المهندس عايد العدس قالها من خلال الكلام اللي سمعناه منه النهارده. طبعا مش هغششكم، احنا كل مره بنغششكم، لكن النهارده لا، لازم نكون مركزين لان الجوائز كتير جدا. مش عارفين، احنا بنشكر حضرتك جدا ان حضرتك كنت موجود معانا، ونتمنى ان حضرتك تشرفنا على طول وتساعدنا ونشوف انجازات على الواقع، ونشوف انجازات على ارض الواقع من الشركه، ونشوف جوائز كتير، لان ده بيهم مشاهدينا الجوائز كتير، وان هم يعرفوا ان مصر رايحه لفين والاستثمار في مصر رايح لفين. ده بيؤدي ان احنا بنوعي شبابنا بجد ان مصر في كل يوم، مش بس في اكتوبر، كل يوم انتصار وكل يوم مرحله جديده بنخش فيها. احنا بنشكر باشمهندس عايد العدس انه كان موجود معانا في الفقره الاولى. اصدقائي، احنا في كل حلقه هنعمل لوحه شرف. لوحه شرف النهارده مش بس هنتكلم على شخص، مش بس هنتكلم على، ممكن نتكلم على شخص، ممكن نتكلم على مبادره، ممكن نتكلم على مكان. النهارده احنا في معظم كلامنا على المستشفيات الحكومية بنقول ان احنا بنعاني فيها، او ان احنا بنلاقي بعض العقبات وحاجات كتير بنتكلم. جالنا مجموعة من الرسائل وجالنا شهادة شكر من مجموعة من المرضى في مستشفى سيد جلال، مستشفى سيد جلال تعليمي، مستشفى حكومية. الناس دي بتشكر من اول الاستقبال، من اول كل العاملين اللي موجودين في المستشفى. مش عايز بس اقول كل العاملين الموجودين، لا، ده انا اخص بالذكر مسؤول الامن بالمبنى الجديد الاستاذ محمد مصطفى السيد، والدكاتره بقى، مجموعه من الدكاتره اللي موجودين في المستشفى، شباب استقبالهم عالي جدا، ابتسامتهم راقيه جدا، معاملتهم لكل المرضى قد ايه جميله. خالص الشكر والتقدير ولوحه شرف لنائب طب المخ والاعصاب الدكتور محمود محمد غزي، والدكتور محمود السيد العساسي، والدكتور عبد الرحمن محمد خطاب. مش بس بخصهم بالذكر، بخص بالذكر مسؤول الأشعة الرنين الأستاذ وائل والأستاذة كريمة. قد إيه المستشفى، بشكر كل القيادات المسؤولة عن المستشفى، لما تلاقي فعلا المريض بيحس الطبيب قد إيه إنه هو موجود معاه وإنه هو سعيد بمعاملته، دي مرحلة كبيرة من مرحلة الشفاء، جزء من الشفاء فعلا. عبير طبعا بنشكر، بس بشكر طبعا المهندس عابد عايد العدس، بشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله حضرتك تشرفنا على طول وتكون معانا موجود، وان شاء الله نشوف انجازات كتير وجوائز اكتر ان شاء الله. ان شاء الله يعني الحلقة الجاية يكون فيها مفاجآت، عن احتمال يكون في وظائف تكون خالية وهنعلن عنها في الحلقة الجاية ان شاء الله. اصدقائي انتظرونا في كل الحلقات كل يوم خميس زي المعدة بالظبط، انتظرونا في الفقرة الثانية مع مفاجآت جديدة في برنامج كل الناس نيوز، انتظرونا بعد الفاصل. شكرا.